السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة كورة سبورت، أهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد وأخبار جديدة، وهنتكلم ونرد عن بعض الأقوال والأفعال والهجوم اللي دايما بيكون من الأندية المنافسة للنادي الأهلي، وآخر الأخبار وآخر المستجدات على الساحة الكروية المصرية. لكن في البداية ما تنساش تشترك في قناتنا وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصل لك أكبر عدد من فيديوهاتنا بإذن الله أول بأول. أول حاجة هنرد فيها وهنتكلم فيها على الأستاذ مدحت العدل، مدحت العدل المنتج السينمائي المعروف والزملكاوي والمعروف بزملكاويته الشديدة جدا جدا جدا. مدحت العدل هو نموذج للعقلية والسلوك، مش بالألقاب ولا بمدى نجاحك في شغلك. الدكتور رايح، الدكتور جه، الدكتور ما عندوش أدنى أي استعداد إنه يشغل دماغه في أي حاجة يكتبها عن الأهلي أو الزمالك، فتلاقي تلقائيا الدكتور معلوماته مكذوبة مع معلقتين مؤامرات مع قدر لا بأس به من مش عايز أقول البجاحة، إنك تبقى بتكذب وعارف إنك بتكذب والناس كلها عارفة إنك بتكذب، بس المعيار الأخلاقي ملوش حيز في تفكيرك نهائي. مع إن لو جرب بس باتنين تلاتة جنيه تفكير بس وفتح أي موقع وجرب إنه يحجز تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري، هيلاقي نفسه يقدر يحجز لحد وقت كلامنا اللي احنا بنتكلم فيه. وده على لسان الأستاذ سهيل العريفي رئيس اللجنة المنظمة لمباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، اللي أكد إن لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها مازال ما لا يقل عن 40% من نسب تذاكر نادي الزمالك في مباراة السوبر مازال موجودة على السايت اللي قلناه مرارا وتكرارا، السايت اللي هو أبو ظبي بلاتينيوم ليست. تقدر تخش على الموقع لو انت عندك باتنين تلاتة جنيه تفكير، تقدر تخش على الموقع تحجز وتشوف وتجرب هل في تذاكر لسه تقدر تحجز ولا لا، ولا الموقع واقع، ولا الناس المسؤولة عن الموقع هم اللي موقعينه ومسقطينه عشان الناس بتوع الزمالك ما يقدروش يحجزوا تذاكر مباراة نادي الزمالك. الدكتور لسه عايش في المؤامرات وجو المؤامرات، فربنا يهدي كل الناس. ده ردنا على الدكتور مدحت العدل اللي بيتكلم عن وجود مؤامرة في تذاكر مباراة الأهلي والزمالك، ولو رفع التليفون واتصل بصحابه المسؤولين الزملكاوية سواء كان داخل مجلس إدارة نادي الزمالك ومن ضمنهم أحمد مرتضى منصور اللي أنا بكنله كل الاحترام والتقدير. أحمد مرتضى منصور واحد دماغه متفتحة جدا. أحمد مرتضى منصور طلع اتكلم على قناة أبو ظبي الرياضية وقال إن يا جماعة مفيش مشكلة في التذاكر بتاعت نادي الزمالك، واللي حابب يحجز التذاكر الموقع مفتوح والموقع موجود، ورد على كل التفاهات والبجحات اللي بتطلع من بعض الناس اللي بيدعوا ان في مؤامرة على نادي الزمالك، وان الاهلوية ورجال الاعمال الاهلوية وراجل محب لنادي الاهلي اشترى التذاكر ووزعها على جماهير النادي الاهلي. مسيلي على عين الشمس اللي ما تخفاشي يا سيادة الدكتور. طيب اعتقد ان كتلة جماهير نادي الزمالك المفروض تدخل موسوعة جينيس للارقام القياسية كاكبر تجمع في التاريخ. مسؤولي نادي الزمالك او عفوا مش مسؤولي نادي الزمالك، بعض الجماهير عندهم مرض شيزوفرينيا. جمهور الزمالك تاريخيا هو افضل جمهور يقدر يدعي ان هو لديه الالقاب والشعارات اللي على مدار التاريخ. الشيء الوحيد اللي محترف فيه هذا الجمهور انه هو التزييف، صناعة وعي مزيف، ان يكون عندك اعلاميين زي خالد بليلة او خالد بليا عفوا، فيطلع يدعي بعض الادعاءات، يطلع يدعي بعض المؤامرات اللي واقع فيها نادي ليل ونهار. الكرة الارضية وكوكب الارض والكواكب المجاورة دائما ما تخطط لتدمير كيان نادي الزمالك، دائما ما تتآمر على نادي الزمالك. وقد يظن البعض أمثال خالد بيريا إن فيروس كورونا ممكن يكون سبب من الأسباب دي عشان يعطل مسيرة نادي الزمالك الكبيرة اللي ممكن يكون بطل من أبطال دوري أبطال أفريقيا الموسم دوت ويوصل كاس العالم للأندية في اليابان أو الصين في 2021، فيتصدم نادي الزمالك بفيروس كورونا وترجع المشكلة أو الأساس إن ده كان يا جماعة تخطيط وتدبير من أعداء
القافلة البيضاء والقلعة البيضاء، ودي مؤامرة من الكوكب كله ضد نادي الزمالك عشان لما يصعد كأس العالم للأندية للمرة التانية ما يقدرش يشارك في كأس العالم ويتم إلغاء كأس العالم للأندية بسبب فيروس كورونا. الأهلي هو صاحب الشعبية الأولى، لو جينا نتكلم بالأرقام الأهلي هو صاحب الشعبية الأولى في مصر بناء على إحصائيات بناء على استفتاءات، لكن هناك جماهير، هناك بعض الإعلاميين زي ما قلت لكم خالد بليا اللي بيصمموا على إن الزمالك شعبيته أكتر، أو ممكن تكون متساوية لو إن في جميع مبارياتهم مدرجاتهم تبقى معظمها بيكون فاضي، وحتى لو هم نفسهم بيعملوا حملات عشان الناس تطلع تشتري. شفنا مدحت عبد الهادي، شفنا أسامة نبيه، شفنا هيثم فاروق، كل النجوم دول طلعوا على السوشيال ميديا بيحاولوا إن هم يحفزوا جماهير نادي الزمالك إن هم يروحوا يشتروا التذاكر بتاعة مباراة السوبر أمام النادي الأهلي. الأهلي حصل على وسام الملكي، كلمة الملكي قبل نادي الزمالك، ولكن مع ذلك جماهير نادي الزمالك صممت ان الزمالك هو النادي الملكي في مصر، هو النادي الملكي الوحيد في مصر، مع ان النادي الاهلي تاريخيا هو اول نادي يحصل على لقب الملكية من قبل ملك مصر في الوقت ده. الاهلي هو اول نادي وطني مصري تم تأسيسه من اجل المصريين اللي كانوا ممنوع من دخول الاندية وقتها، اللي كان اغلبها اندية انجليزية واندية اوروبية، تم تأسيسه من أجل المصريين، من أجل أبناء مصر. لكن الزمالك اللي أسسه شخص بلجيكي، وده تم تسميته المختلط نسبة للمحاكم المختلطة اللي كانت موجودة عشان تظلم المصريين على أرض وطنهم، عشان تدي الحقوق أو غير الحقوق وتنصف الأجانب ضد المصريين، لكن مسؤولي الزمالك مصممين على انهم نادي الوطنية ونادي الكرامة وكاتبينها دايما على البوابة، ورغم كده بيفتخروا بمارزباخ او مازرباخ اللي هو مؤسس نادي الزمالك الحقيقي، وبيقول ان هم نادي الوطنية ونادي الكرامة والاهلي مش هو نادي الوطنية. نادي الاهلي هو نادي القرن في القارة بناء على اختيار الجهة الوحيدة المنوطة بان هي تعطي او تمنح لقب نادي القرن الافريقي لاي نادي في القرن الافريقي في القاره الافريقيه، ولكن مسؤولي وجماهير نادي الزمالك ما زالوا مصممين على ان الزمالك هو نادي القرن الحقيقي. الاهلي هو النادي الوحيد اللي بيمتلك اكتر من 10 اكاديميات في الخليج، لكن مع ذلك جمهور ومسؤولي نادي الزمالك مصممين ان الزمالك هو صاحب الشعبيه الجارفه وصاحب الشعبيه الاولى في الخليج، ده بالاضافه لوجود العشرات من الانديه اللي بتحمل اسم النادي الاهلي في الخليج والوطن العربي. وحتى النادي الوحيد اللي كان اسمه نادي الزمالك في الامارات تم تغيير اسمه الى نادي الوصل. الاهلي هو اول نادي مصري يشارك في كاس العالم للانديه، لكن جمهور ومسؤولي واعلام نادي الزمالك على طريقه خالد بليا مصممين ان الزمالك هو اول نادي تاهل للبطوله سنه 2003، والزمالك رغم اننا لو حسبناها بالمنطق بتاعهم هيكون اول نادي تاهل ولم يلعب هو الرجاء المغربي، ولكن دايما جماهير الزمالك وخالد بليا وما على شاكلته دايما شايفين ان الزمالك هو الاول في كل شيء والافضل على الاطلاق. الاهلي هو اكتر نادي حقق بطولات في العاب الصالات، ومع ذلك جمهور الزمالك وعلى ما شاكلت خالد بليا يقول لك احنا اصحاب لقب ملوك الصالات، احنا ملوك الصالات. اولتراس اهلاوي اول جروب مصري في تشجيع وظاهرة الألتراس في مصر، وهم أول من أسسوا حركات الألتراس في مصر، لكن تلاقي برضو جمهور الزمالك مصمم إن الجروب هو أول جروب لألتراس زمالك. بالمناسبة مباراة السوبر هتقام يوم الخميس القادم يوم 20 فبراير الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، وهتكون مذاعة على قناتي أبو ظبي الرياضية وقناة أون سبورت، وأبو ظبي هتعلق عبر شاشتها على المعلقين سعيد الكعبي، علي سعيد الكعبي وفارس عوض وعصام عبده. اون سبورت هتذيع المباراه بتعليق ايمن الكاشف وحاتم بطيشه. كمان قناه اون سبورت اعلنت انها تستضيف نجم الكره البرازيليه روبرتو كارلوس قائد منتخب البرازيل ولاعب ريال مدريد السابق لتحليل اللقاء عبر شاشه اون سبورت. الكاف في صدمه بيوجهها لنادي الزمالك، الكاف بيرفض طلب نادي الزمالك لعب مباراه الترجي التونسي على استاد القاهرة. لحد اللحظة في أزمة في مباراة الزمالك والترجي التونسي بسبب خطأ إداري. الخطأ الإداري يا سادة إن نادي الزمالك قرر نقل مباراته من استاد السلام لاستاد القاهرة بعد ما النادي الأهلي طلب وقدم طلب للاتحاد الأفريقي إنه ينقل مباراته من استاد السلام لاستاد
القاهره وتم الموافقه عليه. بعد بقى ما الاهلي تم النقل ليه لاستاد القاهره، نادي الزمالك كالعاده فكره اشمعنا، اشمعنا احنا واشمعنا الاهلي، فقدموا طلب ان هم يلعبوا في استاد القاهره للجهات الامنيه. الجهات الامنيه وافقت، لكن لائحه الكاف بتمنع، ممنوع لعب مباراتين في يومين متتاليين على نفس الملعب في بطوله قاريه واحده، لان من حق فريق سان داونز انه يتدرب على ملعب المباراه قبل الموعد بيوم. يا ترى ايه الحل من وجهة نظر رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور؟ هنشوف طبعا خلال الايام القادمة ايه اللي هيحصل بالنسبة لأزمة مباراة الزمالك والترجي التونسي، وان شاء الله ان شاء الله تتحل على خير. كمان بالنسبة لأخبار نادي الزمالك، في نادي الترجي التونسي طه ياسين الخنيسي وسامح الدربالي ثنائي الترجي التونسي اصيبوا اليوم في تدريبات نادي الترجي التونسي، واحتمال كبير جدا جدا ما يكونوش موجودين في مباراه الذهاب في دور الثمانيه من بطوله دوري ابطال افريقيا امام نادي الزمالك المقرره يوم 28 فبراير الحالي. مجلس ابو ظبي واللجنه المنظمه لمباراه السوبر الافريقي المصري اعلنت بعض الممنوعات في السوبر، مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك من ضمن الممنوعات في المباراة، المواد اللي ممكن تعرض السلامة العامة للخطر، المظلات وعصيان السيلفي دي من ضمن الممنوعات، لفافات الورق، شواحن الهواتف، السجائر الإلكترونية، سواري الأعلام أكتر من 50 سنتي، أي سارية علم أو عصاية علم هتخش بيها أكتر من 50 سنتي هتتسحب منك، المواد الترويجية أو الإعلانية برضو هتتسحب منك أو ممنوع تخش بيها المباراة، الكرات بمختلف أنواعها ممنوعة في المباراة، العطور ومستحضرات التجميل، المأكولات والمشروبات، ودي المواد الممنوع دخولها في مباراة السوبر بين الأهلي وبين الزمالك. نتمنى التوفيق للفريقين، ولكن بإذن الله بإذن الله الفوز يكون من نصيب النادي الأهلي، اللي النهاردة النادي الأهلي بيطلب من مسؤولي ومنظمي مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، وبيطلب من مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم حماية محمود عبد المنعم كهربا، من مسؤولي نادي الزمالك وخصوصا رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، اللي ممكن يحصل أي مشكلة أو أي أزمة بالنسبة لي مقابلتهم أو كلامهم أثناء توزيع الميداليات والجوائز أثناء المنصة منصة التتويج. كمان النادي الأهلي بيعلن رسميا أنه لم يطلب من اتحاد الكورة أي تأجيل لقمة الدوري، وأن الأهلي مش هيمانع تأجيل مباراة الدوري حال صدور قرار من اتحاد الكورة أو من سلطات الأمن. قلتلكوا قبل كده المباراة هيتم تأجيلها هيتم تأجيلها هيتم تأجيلها. شكرا ليكم، خلصت أخبارنا وخلصت حكايتنا، والسلام عليكم.